اول مره تفصيله فستان خروج بشكل سهل وبسيط قوي. طبعا انتي مش هتكملي الفيديو لحد الاخر. الفستان مقاس 46 هنعمله من الصفر. بس قبل ما نعمل الفستان عايزه اطلب منك طلب بسيط قوي، اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا اختيارك انتي. ويلا بينا نعمل الفستان مع بعضينا بشكل سهل كده ومبسط. نبدا نعمل مع بعضينا الفستان الخروج بشكل سهل ومن الصفر خالص، مقاس 46 يعني 1 اكس لارج. اول حاجه خالص كده هنبدا نحط ربع دوران الصدر معانا. ربع دوران الصدر معايا 26.5، وبعدين نحط حرده الرقبه وعرض حرده الرقبه 8 سنتي. وبعدين هنبدا ننزل طولها الاماميه 8، الخلفيه 1.5 سنتي. هنبدا نعمل حرده الرقبه بالشكل ده، وبعدين هنبدا ننزل هنا ميلان الكتف بتاعي 3 سنتي. وبعدين هنبدا نحط خط بدون مقاس، وبعد كده هنبدا نحط طول الكتف معايا. طول الكتف معايا 13.5. وبعدين هنبدا ننزل بطول الظهر. طول الظهر 42.5 كده. وبعدين بننزل طول الظهر على نصين، يعني بننزل هنا 21 وهنا 21، تمام. وبعد كده هنحط ربع دوران الصدر في مكانه الطبيعي، وربع دوران الوسط برضو في مكانه الطبيعي كده. وبعدين هنبدا ننزل من هنا من عند الكتف على دوران الصدر، وبعد كده هنبدأ ننزل نرتفع 6 سنتي، ونخش هنا 1 سنتي عشان نعمل حردة الجيرو بتاعت كده. طبعا يا جماعة في حاجة مهمة قوي، ايه هي بقى يا مريم؟ البطرون اهو جاهز معانا وعملناه. في حاجة مهمة قوي ونقطة مهمة، ان معانا الفستان ده في الياء او كمان في مرض وكمان في جيبة بكسرات، يعني في كذا حاجة مرتبطة ببعضها. لحظة واحدة بقى، هنبدأ نعملهم خطوة بخطوة. اول حاجه خالص ان انا هبدا اقص معايا كده، وبعد ما قصيت بالشكل ده بطريقه سهله ومبسطه طبعا اهو زي ما انت شايفه، هنبدا كده ان احنا ايه ناخد حرده الرقبه الخلفيه، وبعدين نفصل الامام عن الخلف وناخد حرده الرقبه الاماميه، تمام. وبعد كده هنبدا ان احنا نفصل الامام عن الخلف. وفي نقطه تانية يا جماعه مهمه قوي، طبعا لو انت حابه تاخدي او تمتلكي ميزه الحصري في القناه معانا، يعني الفيديوهات دي تلقائيا بتبقى موجوده مثلا 3 4 ساعات ما بيكونش حد شافها خالص غير الناس المنتسبه بس في القناه. فلو انت حابه تاخدي ميزه الحصري بتاعنا يا ريت تنزلي تحت وتشرفيني في الانتساب. هتلاقي تحت الانتساب في اي مستوى من مستوياتك هتبداي ان انت تاخدي ميزه الحصري وتمتلكيها ليكي انت خاصه. وغير كده كمان في فيديوهات هتلاقيها هتظهر ليكي انت بس، ده غير طبعا المنتدى بتاعك انت بس. واحده واحده بقى يا جماعه هنبدا ان احنا نركن الامام ده على الخلف. مش هنقفل فيه المرد دلوقتي خالص، يعني المرد معانا مش هنقفله دلوقتي خالص. هنبدا واحده واحده ان احنا نقفل كده جنب من جنب، وهنبدأ نيجي من الناحية التانية ونقفل بردك، نحط الجنب على الجنب والكتف على الكتف، تمام كده. وبعدين هنبدأ طبعا ناخد كده الشكل بتاعنا. وبعد ما قفلت الأمام على الخلف بالشكل ده هبدأ أركنهم على بعض عشان أعمل الجيبة بتاعتي. المرد مش هركبه دلوقتي، المرد هبدأ إن أنا أركبه بعد كده مش دلوقتي خالص، تمام، عشان خاطر اقفله مع بعض. لحظه واحده بقى نبدا ان احنا نتني القماشه بتاعتنا بالشكل ده. بعد ما نتنيها بالشكل ده هنبدا ان احنا نقصها نصين من هنا. طبعا فكره سهله ومبسطه جدا وبطريقه سهله وبسيطه خالص، ما فيهاش اي حاجه صعبه خالص، تمام كده. بصوا اهو، وبعدين هنبدا بصوا بقى يا جماعه دلوقتي انا قصيتها طبعا وقسمت القماشه بتاعتي على نصين. النص الاولاني ده هبدا ان انا اعمل فيه كسرات زي ما انت شايفه كده اهو. طبعا الكسرات هتبقى تدريجيه ورا بعضها لحد ربع دوران الوسط معانا. طبعا اللي انا بعمله ده في الامام يا جماعه. الخلف انت هتعمليه بقى ازاي؟ الخلف ده بقى الخلف هيبقى قطعه واحده متماسكه مع بعضها، يعني مش هنقسمها نصين ولا حاجه، فيها كسرات وفيها كل حاجه بس مش هنقسمها نصين، تمام كده. ادي الامام اهو، هنبدا نقيس بقى ايه الطرف بتاع الامام ده مع العرض بتاعه. طبعا في زياده هنا معانا، الزياده دي هبدا اشيلها
او ممكن ان احنا نستغلها تبقى مرد، بس انا حابة ان المرد بتاعي يبقى مستوى واحد، فعشان كده مش هستغل اي مساحة خالص انها تبقى مرد. هنبدأ نحاول نعمل كسرة كمان في النص، او نحاول نضم اي مسافة موجودة معانا تانية، بحيث ان انا مش عايزة الكسرات بتاعتي تبقى باينة خالص كده. بصوا اهو، ادي كده يا جماعة الربع جه بالظبط. هبدأ اركب الربع الاولاني مع الربع الاولاني في الامام في الفستان من فوق اهو كده. طبعا الموضوع سهل ومبسط قوي ومفيش فيه اي حاجة صعبة، تمام. وهبدأ ان انا افرد، هفرد كده الامام اهو، تمام. اصبح معايا الامام بالشكل ده، مفيش فيه اي مردات اهو. هبدأ ان انا اعمل القطعة التانية وهبدأ ان انا اركبها وارجع لك تاني عشان نعمل مرد مع بعض. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي عملنا القطعتين زي ما انتوا شايفين اهو، لحد دلوقتي ما ركبتش اي مرد فيهم خالص، لسه ما ركبناش اي مرد. هنبدأ نجيب القطعة دي وهنبدأ نركن التفصيلة بتاعتنا على جنب ونجيبها كده عشان نحدد المرد. المرد بقى ممكن ان احنا نعمله عريض وممكن ان احنا نعمله رفيع، بس انا هعمله بمستوى واحد، تمام. فالمستوى بتاع المرد ده هيبقى كويس قوي ليا. فهبدأ ان انا اشيل الزيادات دي كده، وهبدأ ان انا اقسم بقى دي، خلاص دي طبعا المرد بتاعي. هتبقى قطعتين، قطعة من الضلفة اليمين وقطعة تانية من الضلفة اليسار او ناحية الشمال. وهنبدأ واحدة واحدة ان احنا نتني كده المرد اهو، شايفة ازاي كده. الموضوع سهل اوي يا جماعة وبسيط اهو كده. هكمل لحد النهاية خالص، وهتني من الناحية التانية بردك، نركن ده على جنب وهنجيب ده برضو نتني. وهوريكي طريقة التشطيب بتاعة المرد المنفصل، لان دي اكتر من طريقة مش طريقة واحدة، بس احسن طريقة وبحب استخدمها يعني دايما في التفصيلات بتاعتي كلها، هي الطريقة اللي انا هوريها لك دلوقتي حالا دي. بصي بقى، ده طبعا سر من اسرار التشطيبات اللي هتخلي معاكي الفستان او التفصيلة اللي انت شغالة بيها، اذا كان فستان اذا كان عباية اذا كان بلوزة اي حاجة انت شغالة بيها، هتخليها شكلها حلو قوي في التشطيب بتاعها، اللي هي دي. بنحط وش المرد بتاعنا على وش البلوزة او الفستان بتاعي، وببدأ ان انا اثبته كده من على الطرف اهو كده. طبعا الموضوع سهل قوي ومبسط. طبعا هناخدها بقى بطريقة ايه، على طول، مش هنقسم ولا هنطلع ولا الكلام ده كله. هركب دابيس بس بسرعة قوي، وهنبدأ ان احنا ناخدها بطريقة على طول بسرعة اهي زي ما انت شايفة كده. بصوا يا جماعة الموضوع سهل ومبسط قوي ومفيش فيه اي فرق خالص. ادي القطعة الاولى ركبتها قدامك، هركب القطعة تانية وارجع. بصوا بقى يا جماعة، دلوقتي ادي المرد اهو بعد ما ركبته، طبعا لسه ما عملتش فيه بقى التشطيب المهم، حبيت اعملها قدامك. التشطيب المهم ان احنا بنبدأ نتني كده، طبعا الخطة بتاعتنا من جوه كلها اهي. هنبدأ نتنيها بخط مستقيم كده زي ما انت شايفة، بشكل مبسط وسهل قوي اهو، شايفة ازاي. وطبعا من الناحية التانية اهي بردك اهي كده. دي طبعا الضلفة الاولى معايا للمرد، والضلفة الاولى دي ممكن ان انا ادبسها، تمام، عشان اثبتها لك بس ووريكي شكلها هيبقى عامل ازاي. وادي الضلفة التانية هتبقى عليها بالظبط كده وبشكل سهل ومبسط خالص. لحظة واحدة بقى، احنا طبعا عايزين نقفلها كلها، بس الفستان معانا اهو كده. نبدأ نقفلها طبعا من هنا اهو، نبدأ نحط دي على دي عشان خاطر نقفلها كلها بالشكل ده. وهنبدأ نقفل بردك من تحت كده بشكل سهل ومبسط قوي يا جماعة ومن الصفر. طبعا الفكرة سهلة زي ما انت شايفة اهي، ناقص بس الياقة معانا، هي دي بس الناقصة معايا، وكمان الكم، تمام، الكم والياقة. هبدأ ان انا اقفلهم مع بعض، وهبدأ ان انا اخلص بس التفصيلة بتاعت الفستان دي واقفل الاجزاء دي وارجع. ادي يا جماعة شكل الفستان لحد دلوقتي، الدنيا بتاعته تمام قوي وسهلة بالنسبة لك وبسيطة. هنركنه بقى على جنب ونبدأ نجيب القطعة التانية علشان نعمل اللياقة ونعمل كمان الكم. اول حاجة خالص معايا هعملها الكم، عشان ده هي اسهل حاجة واول حاجة بسيطة وسهلة. بصوا بقى، اول حاجة خالص كده نقول بسم الله، وهنبدأ نفرد كده القماش بتاعي بالشكل ده. وهبدأ ان انا اجي من هنا كده واروح حاطة القماش بتاعي على اتنين، تمام. وهبدأ اجيب نص دوران الدراع عندي، نص دوران الدراع عندي اهو، هحطه من هنا كده، وبعدين ابدأ انزل بطول الكم معايا
بالطريقة دي، وبعدين أبدأ أنزل من هنا 7 سنتي، وهبدأ أرتفع من هنا 4 سنتي. وفي طريقتين للكم بتاعي أو بالظبط الكم بتاعي. أول طريقة إن أنا بخط منقط كده، بوصل النقط دي ببعضها، النقطة اللي أنا عملتها تحت واللي عملتها فوق، وبعدين بقسم المسافة دي، وبعدين ببدأ أطلع من هنا كده، أنزل هنا مسافة 1 سنتي بالظبط، وأروح موصلها كده وأروح جاية بالشكل ده. أصبح عندي ده شكل الكم بتاعي. تمام، دي الطريقة اللي انت حابة تعمليها. طيب بعد كده لو انت حابة تعمليها، طب الطريقة التانية ممكن تعمليها بايدك عادي خالص من غير كل الحاجات دي، وتجيبي فرنش كيرف وتظبطيها. بعد كده يا جماعة هنبدأ ان احنا نقسم بقى هنا، ونحط دوران نص دوران الاسورة معايا. تمام، وهنحطه بالشكل ده، وهنبدأ نوصل الاسورة مع الكم عشان يبقوا الاتنين بنفس الخط المستقيم بتاعنا كده اهو. طريقة سهلة ومبسطة قوي اهو زي ما انت شايفة. طبعا كل اللي عليكي بس تتفرجي واحدة واحدة، وانا هطلب منك طلب بسيط قوي، اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا اختيارك انت. بس بقى هنبدأ واحدة واحدة كده، هنبدأ نيجي من هنا اهو، نيجي كده وندبس من هنا الكم بتاعنا، وبعدين نبدأ نيجي من الناحية التانية عشان اللي انا هعملها، بس مش هعملها تركيب، مش هركبها يعني. أو نركبها ممكن، طب استنوا لو في وقت ممكن اركبها، انا هعملها عموما بس لو في وقت هركبها، مفيش خلاص هنبدا ان احنا نعملها ونشرح التفصيله بتاعتها. بس ادي يا جماعه الكم ركبته، وبعدين هبدا اجيب القطعه بتاعت اللياقه، هبدا اجيب نص دوران الدراع حلقه الرقبه معايا، يعني نص دوران حلقه الرقبه لو معايا مثلا 30، لو دوران حلقه الرقبه كله على بعضه 30 هنقسمه على النص، هيبقى بالظبط معايا كام 15. هبدا اجي من هنا كده وهسيب بردك مسافة المسطرة، وهطلع مثلا 15 بتوعي دول لو هو 30، واروح جاية من هنا نازلة 7 سنتي عرضها. العرض ده عرض استامبا، يعني عرض ممكن تستخدميه عادي. وبعدين نبدأ نيجي من هنا ونحط نص دوران حردة رقبة معانا، بنقيسه يا جماعة، ما بنعتمدش على مقاس حردة رقبة بالزيت، بنقيسها. وبعدين نرتفع من هنا كده ب1 سنتي بتوع المرات، ونخش هنا 1 سنتي، ونيجي هنا كده ونعمل 1 سنتي، وبعدين نفصل الامام عن الخلف، بناخد نص حردة الرقبة الامامية او ربعه، ربع حردة الرقبة الامام وربع حردة الرقبة الخلفية، عشان نبقى عارفين الربع بتاعي قد ايه والامام بتاعي قد ايه. وبعدين ببدأ انزل من هنا 2.5 سنتي، واعمل العروة بتاعت الزرار، العروة والزرار الاتنين مع بعض، وبعدين ببدأ اطلع من هنا كده 1 سنتي، واروح موصلة بالشكل ده. وبعد ما وصلت بالطريقة دي هبدأ ان انا اوصل كده اهو بالطريقة دي، اصبحت اللياقة معايا اتعملت بصورة سهلة ومبسطة بردك ومن الصفر. طبعا مش ه... يعني اهم حاجة بس يا جماعة انك تتفرجي واحدة واحدة، يعني انت تتفرجي واحدة واحدة، ان هو فستانك اساسا مخصوص ليك انت اهو. بصوا تعالوا بقى نشوف هنقدر نركب اللياقة ولا لأ. ادي شكل اللياقة يا جماعة اهو، المفروض القطعة دي تتركب من المرد الاولاني، والقطعة التانية بتركب المرد التاني. فانا هبدأ اركب معاكي اللياقة بخطوات سهلة ومبسطة قوي. لحظة واحدة هوريهالك، بس ثانية واحدة يا جماعة، الشكل سهل ومبسط قوي. بصوا اهي، بصوا يا جماعة، وهنبدأ ناخد القطعة دي داير ما يدور. انا فكيت طبعا الدبوس اللي بيربط ما بين ايه، ما بين المرد ده والمرد ده، وهبدأ الف باللياقة حداير ما يدور. وطبعا اللياقة ليها تشطيبات كتيرة قوي، يعني طرق تشطيبات كتيرة قوي وبشكل سهل ومبسط قوي، ومنها الطريقة اللي انا بعملها دي. تمام، ان شاء الله في الحلقات الجاية هنعرف طرق تانية لتركيب اللياقة بشكل بردك مبسط وسهل وبسيط كده. تمام، وهنبدأ بس ان احنا نركب اللياقة بخطوات بسيطة، وبعدين هنبدأ يا جماعة ان احنا نعمل ايه، نلف اللياقة كاملة وهرجع لك تاني. بصوا يا جماعة ده الشكل النهائي للفستان، اتعمل بصورة سهلة وبسيطة قوي. طبعا الفستان معمول مقاس 46 بطريقة جميلة قوي ومن الصفر. كل اللي عليكي بس انك تتفرجي من الاول لحد الاخر، وصدقي الفكرة هتعجبك قوي. الفستان سهل جدا وبسيط قوي ومن الصفر زي ما انت شايفة. كل اللي عليكي بس اللايك الجميل والتعليق الاجمل، الاشتراك ده طبعا اختيارك انت، وكل سنة وانتم طيبين يا اجمل جمهور في الدنيا، في امان الله. مع تحيات تعليم الخياطة عمري محمد، يا رب تكون تفصيلة سهلة وبسيطة وعجبتك.